بسم الله الرحمن الرحيم. تكملة المحاضرة Knapsack and Assignment Problems. راح ناخذ مسائل التعيين، والنابساك هي مسألة الحقيبة. عندنا بمسألة الانتجر بروجرامينج، برمجة الأعداد الصحيحة، حيث المتغيرات مالتنا تاخذ لو صفر لو واحد، تسمى بصفر واحد اي بي. الاي بي هنا هو مختصر الانتجر بروجرامينج، المتغير عندنا هنا ياخذ لو صفر لو واحد، او يسموها باينري بروبلم باعتبار الباينري هو شنو، صفر واحد. وهنا هي صفر واحد هي عبارة عن متغيرات عادة تنطي معنى التعابير المنطقية اللي هي ترو اور فولس، لو تصير لو ما تصير، لو صح لو خطأ. نيجي على النابساك بروبلم شنو هي. اليوم راح ناخذ مجموعة من المسائل ونشوف شلون ينكتب البرنامج مالتها. خلنا نفرض عندي هسه بالبداية راح نعطي مثال، ان خلنا نفرض عندنا الستوب كوب بروبلم. هذا تلقيها بكتاب، انا طبعا حاطت لك مجموعة كتب وراح ادز لك هذا الكتاب زين، اللي تلقي الاوليات مال هاي البروبلم موجود باللينير بروجرام، لينير بروجرام الانتجر بداية الكتاب. نفرض هسه عندنا احنا اربع استثمارات فور انفستمنت، بحيث إذا أخذنا واحد من هالاستثمارات لازم نستثمره، يعني واحدة ياهو اللي ناخذ من عندها نقدر نستثمره. أكثر شيء مسموح لنا هو الـ 14000، أكثر شيء مسموح لي أن أستثمر 14000. أجي بالبداية أشوف هسه هاي الأربع استثمارات، وهنا تكلفة كل استثمار إيش قد يكلفني. وعندي هنا هاي الـ NPV، الـ NPV هو معنى صافي القيمة الحالية، صافي القيمة الحالية في الوقت الصفر من أريد أبدي. راح تلقي هو، أنت من راح تقرأ هاي المسألة راح تعرف الشرح مالتها أكثر. خلي هسا أفرض أنه أني العفو، هنا المطلب مالتنا نريد البروبلم هاي نكتبها على شكل انتجر بروجرامينج، ونلقي السولوشن مالته الحل مالته، بحيث يقول لي الستوكو ايش قد راح يعظم الربح مالته، النت بريزنت فاليو القيمة الحالية اللي احنا عندنا ايش قد راح يعظمه. راح اول شيء اشوف هسه الديسيجن فيربلز، متغيرات القرار مالتنا اعرفها. قلنا اذا اخذنا الاستثمار انفستمنت جي راح نطيه متغير مالته يصير واحد، اذا ما اخذه انطي صفر. فهذني الاربعه اللي عندي هنا اللي اخذ من عندهن انطي واحد، واللي ما اخذه انطي صفر. هذا متغير القرار مالتنا حيث الجاي من واحد للاربعه. عندنا الكونسترنت مالتنا ايش مسموح لي، هو مو قال اقل او يساوي 14، لازم اني ما اتعدى ال 14 بالاختيار مالتي. فالمتغيرات مالتنا من واحد للاربعه هي يعطيني الكوست، بدل ما اكتب 5000 كاتبين احنا 5 زين، فالصفارة كلها مؤخريها أقل أو تساوي 14، حيث المتغيرات كلها تنتمي لمن؟ للصفر أو الواحد. الأوبجيكتيف فاكشن مالتي شنو هو؟ إحنا نريد نعظم، نسوي ماكزمايز المن للـ NPV اللي عندنا، للشيء الموجود عندنا حالياً، صافي القيمة الحالية اللي عندنا، هذا إني أريد أعظمها. فاحتياجي كل واحد أضربه متغير وأجمعهن واكتب قدامهم ماكسيمم على مود نشوف ايش يطلع لنا. النابساك موديل هو عباره عن بيور انتجر لينير بروجرامينج وذ سنجل مين كونسترنت، الا قيد واحد فقط. والتسميه جايه مال النابساك بروبلم، التسميه مالته جايه من مساله انه اكو شخص يريد، هو هايكر متسلق عنده حقيبه وريد يحط داخل هاي الحقيبة الأشياء اللي يحتاجها، بحيث تكون من ناحية الوزن ومن ناحية الحجم متناسقة، تكون مفيدة إله. إيش قد عددهن وشنو اللي ياخذه وشنو اللي بقي، بحيث يناسب حجم الحقيبة مالته. هاي أساسا هي المسألة بنت بهالشكل هذا، ولهسه يسموها سناب، عفوا نابساك بروبلم.
إذا هسه نجي على الموديل مالته شلون ينبني. هذا بصورة عامة هي الموديل مالته ماكسيمم اللي احنا قلنا نعظم سموشن في جي اكس جي حيث الجي ينتمي للكابيتال ان. هنا الفي جي هي عبارة عن قيمة الايتم، الايتم الشيء الشغلة اللي يريد يحطها بالجنطة. والسي هنا هي عبارة عن تكلفة شقد راح تكلفني على مود اخلي هذا الايتم داخل الحقيبة بحيث ما يتعدى البي. البي هو الماكسيمال كاباسيتي مالت الحقيبه، السعه مال الحقيبه مالتي شقد السعه مالتها هي بي. فحاصل الكوست بالمتغير لازم حاصل جمعهن ذن يكونهن الاشياء اللي حطيتهن اقل او يساوي السعه اللي هي البي. هذا بسرعه ما هو الموديل مالتنا مال النابساك بروبلم. هاي ريماركس همينه تطلع عليها. اغلب المسائل الابلكيشن التطبيقات المتغير القرار مالتي نفسك هو 0-1. مع هذا اكو بعض المسائل اللي قد تنتمي المتغيرات للزد يعني تاخذ اكبر من 1. وايضا هي عندنا الكابيتال بادجت بروبلم تنتمي الها. زين هاي الاشياء البقيه خير مو في شيء نجي هسه للبروبلم الثانية اللي هي assignment problem اللي هي مسألة التعيين. خلي نفرض عندنا N من المكائن وعندي M من الأعمال jobs. هنا راح أبديها أني إنه N أكبر من M، إنه المكائن عدد المكائن أكبر من عدد الأشغال. الجوب العمل بالإمكان أن نقوم به على ماكينة واحدة، والماشين بإمكانها أن تؤدي عمل واحد فقط بنفس الوقت. أي ماشين تؤدي عمل واحد فقط بنفس الوقت. زين والجوب لازم يتم على ماشين واحد مو ماشينين. نيجي هسه نشوف الاندكس مالتنا. نقول اذا فرضنا انه الكوست الجوب هذا على متأدي انت على ماشين واحده ياخذ كوست راح نسميه سي اي جي، حيث الاي انطي رمز الجوب والجي هو رمز الماشين. فالاوبتيمال اساينمنت هنا التعيين الامثل راح يكون شنو هو؟ انه اعين الجوب المناسب للماكينه المناسبه باقل كلفه. هنا لما تغير القرار مالتنا راح يكون 0-1 الاكس جي ياخذ 1 اذا عينت جوب الجي المشين اي، والا ياخذ 0 اذا ما عينت هاي المشين ياخذ 0. المتغير هنا طبعا عندي اكثر عفوا الكونسترينت اكثر من 1. الاول هو هسه شرط العمل الكونسترينت مالت الجوب شو بما انه ماشين واحدة بس نقدر نعينها للجوب جي، ماشين واحدة اي اقدر اعينها للجوب جي. فحاصل اذا السيميشن مال متغير هنا مالت المكائن، خلينا نقول هنا هسه من 1 للـ4 عدد المكائن، واحدة من عندهن انا راح احط لها هذا الجوب جي، اذا البقية لازم ايش قد تصير؟ تاخذ اصفار عمل السيميشن مالتها تطلع 1. هذا شرط الجوب. الشرط الثاني مالت المكائن، كل ماكينة اي تقدر تأدي عمل واحد مو اكثر من شغل واحد بنفس الوقت، فلهالسبب تاخذ اقل او يساوي 1. ما تقدر تأدي اكثر من عمل واحد بنفس الوقت، فلهالسبب نكتب لها اقل او يساوي. هذا شرط الماشين. فبهيجي حالة العدد مالت الجوب مالتنا من اريد اجمعهن كلهن ياخذن صفر ما عدا واحد عندي هنا يكون اقل او يساوي هنا 1. عند حصل الجمع ما تكون اقل او يساوي. اجي هسه الاوبجكتيف فانكشن. احنا قلنا نصغر الكوست، فاعتيادي اضرب الكوست بالمتغير سموشن الكوست سي اي جي بالاكس اي جي اخذ المينيمم مالتي ويطلع لنا ينكتب بصوره عامه هنا بهالشكل. هذا نفس المعادلات كانت فوق كلهن جمعتهن هنا بحيث الـ x ينتمي لـ 0-1 m في n وصل m في n. هاي بس جمعتهن حطيتهن هنا. هسه نلاحظ هاي الملاحظة
أنا إيش قلت؟ قلت إذا كانت n أكبر من m، شوف الشرط هنا أنا قلنا هذا الشرط مالت المشين أقل يساوي واحد، لكن إذا تساون الشرط يصير نفس اللي قبله، ياخذ مساواة، ياخذ مساواة هنا. وهاي طبعا المسألة أنا متيتها الصف الثالث مالت المساواة، m تساوي n، تقدر ترجع تراجعها، وحتى موجودة حتى أمثلة وأسئلة عليها تقدر تطلع عليها على مود تستفاد. يلا راح أكمل هسه وبعدين أقطع أقصد وبعدين أكمل الفيديو.